كرة المنتخب البوليفي، تمريرة طويلة شراحيلي، لعب كرة في منتصف الملعب، سقوط وقوع من الخيبري، ثم الكرة ملعوبة إلى الجهة اليسار لمنتخب بوليفيا، على اليسار إلى روبرتو فرنانديز. فرنانديز مرر كرة، فرنانديز يلعبها إلى أرسكيتا، مارسيلو مارتينز يسجل هدف الدولي رقم 31 في مباراة الدولية، رقم 100 في شباك منتخبنا، نتيجة استهتار من المدافعين تمكن المنتخب البوليفي من تسجيل هدف الأول. بصراحة المشاكل على مستوى الدفاع من المباراة الماضية كانت ملحوظة، والمشاكل الدفاعية التي يراقبها رينارد في آخر ما هو مباريات مع الأخضر مستمرة. هذه الكرة مرة أخرى، يعني حالة مصيدة التسلل لم تنجح بالكامل، ناصر كان هناك في الاتجاه الآخر، لم ينجح في ضبط مصيدة التسلل، لذلك المنتخب البوليفي تمكن من تسجيل هدف الأول وزيارة شباك الأخضر السعودي.